خلينا نروح لواقعة تانية للأسف برضو بنشوفها، مش عارفين هل ده تصرف فردي ولا نقدر نقول إن دي برضو ظاهرة موجودة في المدارس عندنا في مصر. الواقعة التانية ليها علاقة بطالب من ذوي الهمم، طالب يعني مكافح وطالب بيستمر في مسيرته التعليمية وكل سنة متعود إن هو يروح المدرسة بتاعته ومتعود إن الفصل بتاعه بيكون في الدور الأول علشان مراعاة لظروف الصحية المدير كان بيخلي فصله تحديدا في الدور الأول، وده تصرف إنساني جميل جدا. السنة دي بقى الموضوع اختلف، بقى في مديرة جديدة للمدرسة، المدرسة اللي احنا بنتكلم عليها مدرسة 25 يناير تابعة لإدارة البساتين. اللي جد ان المديرة قررت ان فصل الولد يكون في الدور الثالث بعد ما كان متعود ان هو طول الوقت فصله في الدور الاول، الجديد السنة دي ان هو بقى في الدور الثالث. طيب الام تعمل ايه علشان ابنها يعني يقدر ان هو يوصل للفصل بتاعه؟ اتكلمت مع المديرة. عايزة حضراتكم تركزوا كويس قوي في رد المديرة كان ايه على الام اللي هي حريصة تعلم ابنها الولد الجميل اللي احنا شايفين صورته مع حضراتكم على الشاشة علشان يكمل حياته بشكل طبيعي ويكون مندمج في الفصول ويكون مش حاسس بأي تفرقة، وده اللي احنا بندعو ليه طول الوقت، وده اللي يعني كبار كمان المسؤولين في الدولة بيدعوا لفكرة الاندماج في المجتمع لذوي الهمم ودايما نديهم مكانتهم ما نحسسهمش ان هم اقل ولا ان هم منبوذين. لكن المديرة كان ليها رد تاني وقالت لوالد والدة الطفل دلوقتي انت ممكن تطلعيه لكن تخلي العامل هو اللي يطلعه وتديله 100 جنيه علشان يطلعوا الفصل بتاعه اللي في الدور الثالث، ولو هتجيبيه كل يوم يبقى تدفعي كل يوم 100 جنيه للطالب للعامل علشان يطلعوا الدور الثالث. ده كان رد المديرة، المديرة اللي بتفتقد للإنسانية، المديرة اللي ما تعرفش يعني ايه مسؤولية، المديرة العنصرية ان هي كده بتنبذ فئة في المجتمع وبتأذي طفل نفسيا. خلينا نسمع تفاصيل اكتر عن الواقعة دي والجديد فيها واصلة لايه من استاذة لايا عوني مؤسسة مبادرة شباب شير الخير وعضوة في فريق متطوع لتوصيل الاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمسؤولين. برحب بيك يا استاذة لايا. اهلا بيكي، ازيك عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، احكي لنا الواقعه وايه الجديد فيها لحد دلوقتي. الواقعه اللي حصل امبارح، محمد كان نازل رايح المدرسه عادي يعني كطالب فرحان، محمد من المتفوقين جدا في المدرسه. تمام، نازل على باب المدرسه فالام هو وقفته مع اختها وعشان تدخل تدفع المصاريف وكده. ايوه، فدخلت للمديره بتقول لها ازاي حضرتك بابتسامه وكده، انت مين؟ بتقول لها انت مين؟ فبتقول لها انا والده محمد. فقالت لها محمد مين؟ فقامت مشاوره لها بالرد كالاتي: انت ايه اللي جابك انت وابنك هنا؟ دي مديره المدرسه. فقالت لها يعني ايه؟ قالت لها يعني ايه اللي جابك؟ هو انت مش شايفه ابنك تعبان؟ ابنك يقعد في البيت. قالت لها ازاي يعني؟ يعني ازاي ابني بيدرس هنا ودي مدرسته؟ قالت لها لا يا حبيبتي، ابنك يقعد في البيت وتفضلي يلا. وبعدين انت عندك علم ان الفصل اتنقل الدور الثالث؟ فقالت لها ازاي يتنقل الدور الثالث؟ طب محمد يطلع ازاي؟ قالت لها بقى شوف انت، اتنين عمال يطلعوه وينزلوه، طب انت كمديره يعني تطلعي فصل الدور الثالث تمام؟ وخلينا نقول ان الام مقتدره انها تدفع الفلوس للعمال يوميا تطلعهم يطلعوه وينزلوه. طب في البريك يعمل ايه هو؟ يتفرج عليهم من فوق؟ فطبعا الام اخذت الكلام وقامت طالعه، فمحمد بيتحرك بالكرسي عشان يدخل المدرسه، فقالت له يا محمد احنا مش هندخل النهارده. تمام؟ وراحت على جنب بتكلم حد بتحكي له يعني. محمد سمع المكالمه للاسف انهار، ومحمد المفروض ان في حد بيساعده بالكرسي عشان يتحرك. محمد بقى بيحرك هو الكرسي بانهيار تام يعني، وعمال يعيط وانا مش عايزه اتعلم وانا مش عايزه اخش المدرسه تاني، وهي ليه عملت معايا كده؟ طبعا الام والابن روحوا في قهره وكسره نفس محدش يتحملها. طبعا تمام؟ وصلوا لي الحاله وكلمت ساره مامة الطفل، قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي حصل 1 2 3. قلت لها طب احنا هنشتغل على الفيسبوك وهنوصل الموضوع
للمسؤولين. تمام؟ فعلا البوست نزل وكميه الشير غير طبيعيه، الناس كلها بدات تتدخل، بدات الجرايد تتصل. طبعا كل ده اللي انا بحكيه لك الناحيه الثانيه، محمد منهار انهيار تام، وبلغ مامته قال لها خدي لبسي وكتبي، اكيد في ناس ثانيه هتدخل المدرسه عادي اديهم لها. الولد اتدمر نفسيا يعني. نفسيا. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان بالليل كان عنده علاج طبيعي، محدش حكى للدكتوره حاجه، الدكتوره بتسال مامه محمد بتقول له، بتقول لها محمد ماله؟ محمد مش طبيعي، محمد اول ما سمع الكلمه دي انهار، وكان في حاجه على المكتب جنبها اما قصرها، انا مش هروح المدرسه، انا مش عايزه اروح المدرسه، مش عايزه اتعلم. طبعا دي كده اثرت نفسيا، يعني انت اثرتي نفسيا على الطفل كمان. يعني حضرتك بدل ما تستقبلي الطفل بابتسامة وبحضن وأهلا وسنة جديدة وطالب متفوق زي ده، ودي بشهادة على فكرة المدرسين والمدير السابق للمدرسة، يعني دي مش كلام مننا، حضرتك ممكن تشوفي الشهادات بتاعته. تمام؟ فأنت تستقبليه كده، وعندنا الريس بيكرمهم وبيعمل لهم احتفالات وبيقول للدنيا كلها إن دول جزء من المجتمع معانا، وأنت تعاملي الشخص ده كده. طبعا محمد فضل طول اليوم في الشارع، ما رضاش يطلع البيت، بيقول لمامته مش عايز انام واصحى الاقي ان انا مش رايح المدرسه. طبعا النهارده الحمد لله الدنيا اتحركت، منظمه حقوقيه منظمه حقوق طفل اتدخلت. تمام؟ والحمد لله المديره اتفصلت وتحولت للتحقيق، وبكره في تحقيق معاها والام رايحه. تمام؟ بس للاسف اللي ما عرفناش نعالجه نفسيه محمد. يعني قلنا له المديره اتفصلت والدوله اتدخلت وكل حاجه، قال انا برضه مش عايز اروح المدرسه ومش عايز اتعلم. فاحنا كده دلوقتي دخلنا في مرحله علاج نفسي لمحمد. يعني حتى الان محمد رافض ان هو يروح المدرسه. خالص، وانا مش عايز حد يساعدني. طبعا مامته بيقول لها، بيقول لمامته انا 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 مش انا مش انا مش هخليكي تزقيني تاني بالكرسي. ليه ما جبتليش كرسي بالكهرباء؟ انا مش عايز حد يساعدني. الولد اتأذى نفسيا طبعا نتيجه رد الفعل واللي سمعه، وان هو حاسس ان هو منبوذ. لا لا لا، كلمه اتأذى دي كلمه بسيطه جدا، هو اتدمر نفسيا. لما نقول له المديره مشيت يقول مشيت من غير ما تعتذر لي، فنقول له يا بابا ما هو ده كده عقاب. يقول لي وانا فين 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 انا فين قدام صحابي فين؟ ادخل المدرسه ازاي؟ واطلع الفصل ازاي؟ طبعا بالليل بمجرد ما البوست اتحرك والدنيا بداوا يبعتوا لها المدرسه، تعالي قبل المديره، واحنا بالليل مع ان دي مش مدرسه ليليه. تمام؟ تعالي، والفصل نزل تحت. بعد ما الموضوع انتشر وبعد ما حصلت الضجة والكل أجمع على أن الست دي طبعا غلطانة في حق الطفل ده اللي هي مديرة المدرسة، لكن الجديد النهاردة أن التحقيقات حصلت في الموضوع وأن المديرة توقفت. وقفت عن العمل بالفعل. طبعا احنا بنشيد بدور جهات التحقيق، وان هي بتاخد اجراءات سريعه تجاه كل مقصر لما بتوصل للحقيقه. ويعني الحقيقه طبعا يهمنا اكيد نفسيه الطفل، وبكل تاكيد لابد من تدخل متخصصين علشان يساعدوه نفسيا ويتم تاهيله ان هو يرجع مره تاني لمدرسته ويرجع مره تاني لمكانه الطبيعي وسط الطلبه اللي هو في نفس سنه. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة لايا عوني، مؤسسة مبادرة شباب شير الخير وعضوة في فريق متطوع لتوصيل الاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمسؤولين.